هنا يعني يترتب الحكم على المقصد، يترتب الحكم على المقصد. يستثنى من ذلك قاعدة من الأهمية المكان، وهي ما استعجل، من استعجل ما أخره الشرع يجازى به برده. من استعجل ما أخره الشرع، أو انتهى استعجاله، من استعجل ما أخره الشرع يجازى به. طبعا هو مشهورة جدا بين الناس في هذا الباب، نعم، مشهورة جدا، بمن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، أو من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وقال المالكية: الأصل المعاملة بنقيض المقصود الفاسد، الأصل المعاملة بالمقصود، الأصل في المعاملة بنقيض المقصود الفاسد. أو قل: المنافق يؤتى بنقيض قصده، المنافق يؤتى بنقيض قصده. وفيها روايات يعني عند شفاعة يسمونها شفاعة، يقولون: المعارض بنقيض المقصود، المعارضة بنقيض المقصود. وأيضا تسمى: ما استعجل، من استعجل شيئا قبل أوانه كما قلنا عوقب بحرمانه. وهذه قالها الشافعية أيضا، قالوا: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. الحنابلة يسمونها، طبعا كل هذه التسميات تسميات لمقصد واحد. الحنابلة يقولون: من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل أو يسقط الواجبات على وجه محرم وكان مما تدعو النفوس إليه، ألغى ذلك السبب، ألغي ذلك السبب وصار وجوده كالعدم ولم يترتب على أحكامه شيء. طويلة جدا. وكما قلنا أشهر شيء جاء في هذه القاعدة، أو أشهر تسمية جاءت لهذه القاعدة: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وأيضا قال الحنابلة: من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه. كل هذه القواعد مهما اختلفت صياغها ومهما اختلفت تسميتها، فإنها ترجع إلى شيء واحد، وهو أن من يتوسل بالوسائل غير المشروعة تعجلا منه للحصول على مقصوده المستحق له، فإن الشرع عمله ضد مقصوده فأوجب حرمانه جزاء فعله واستعجاله. يمكن أحد من الدكاترة يقول لي يعني في هذا، إذا قلنا بهذا الباب فإنها تنقض قاعدة كثير من يعني ممن يعمل في الساحة، قد يعمل بقاعدة معينة مقابلة لهذه القاعدة، في قول من يتوسل بالوسائل غير المشروعة، الوسائل لا أحكام المقاصد، من يتوسل بالوسائل غير المشروعة تعجلا منه للحصول على مقصوده المستحق له، فإن الشرع عمله ضد مقصوده فأوجب حرمانه جزاء فعله واستعجاله. هل تهدم قاعدة لها تعميم معين قد يهدمها هذا التقييد؟ وش هي القاعدة التي يمكن أن تهدم أمام هذه القاعدة؟ بنفكر فيها سيدنا. الله، بس تفكير عميق، أرى التفكير أخذ منكم يعني أخذ صمتا أوجعني أنا. نعم. هناك ناس في التليجرام أجابوها أعتقد. نعم. أنا قلت: ما الذي يحدث؟ مع أنها مشهورة جدا، يتعامل بها قطاع عريض من الناس يتعاملون بها، وهذا التعامل أيضا يعني يضر بالإنسان جدا، قد ينفعه في بعض الأحيان ويضره في بعض الأحيان الأخرى. يعني ألا يعني أنا، طب أقول لكم أنتم، يبقى في تناقش يعني أو نقاش. الغاية تبرر الوسيلة، كثير. الدورات يا سيدنا، الدورات تبيح المحظورات. لا لا، الغاية تبرر الوسيلة، هم يقولون من الغاية تبرر الوسيلة، فأي وسيلة عندهم سواء محرمة أو غير محرمة، المهم إذا تصل إلى الغاية التي يعني يصبون إليها فإنهم يركبونها. وهذه القاعدة قاعدة تقول بأن الوسائل غير المشروعة إذا تعجل بها صاحبها ليصل للغاية المنشودة فإنه يعامل بنقيض قصده. فهذه مسألة عظيمة، الجوانب الحياتية ممتلئة بهذه القاعدة، قاعدة الغاية تبرر الوسيلة. قطاع عريض جدا من أهل الإسلام قد تعامل بها، يعني يقولون لي، مسألة الربا سيدنا، تقول لي ماكيافيلي ولا قال ذلك. نعم، زي مسائل الربا سيدنا. أنا فالحاصل إنهم يقولون لا، غض الطرف عن الوسيلة التي تصل بها، ولكن
لك بالغاية. هذه المسألة أيضا خلي بالك، يعني عشان نتكلم بحق، هذه القاعدة لا هي تنكر كلية ولا تقبل كلية، يعني لا ترد كلية ولا تقبل كلية. وهذه القواعد تمثل جانبا من جوانب السياسة في سد الذرائع، فهي مستثناة من قاعدة الأمور بمقاصدها، حيث إن الفاعل هنا يعامل ويعارض بنقيض مقصوده، لأن مقصد الفاعل إن كان تحايلا على الشرع من جانب أو استعجالا لمستحق بطريقة لم يشرعها الشرع، فالشرع يحرمه منها، يؤتى بنقيض قصدي في هذا الباب. وهناك أمثلة كثيرة على هذه القاعدة، وتطبيقات التطبيقات العملية على هذه القاعدة أيضا من الأهمية بمكان. نقول يعني من أمثلة هذه القاعدة: إذا قتل الوارث مورثه الذي يرث منه عمدا مستعجلا الإرث، فإنه يحرم من الميراث سواء كان متهما أو غير متهم عند أكثر الحنابلة. يعني المسألة على التعميم، يعني سواء جاءت القرينة بأنه متهم أو غير متهم، بريء أو غير بريء، ما دام الأمر قد وصل بأنه دخل في يعني هذا الباب وعلى قتل المورث، فإنه لا يرثه. وطبعا هذا يضمنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرثه القاتل. هذا يضمنه قول النبي صلى الله عليه وسلم، عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل، القاتل لا يرث. فقول النبي لا يرث القاتل، فكل قاتل سواء قتل خطأ أو عمد، كما قال الملكية وأيضا عند أكثر الحنابلة، سواء قتل عمدا، قتل قصدا أو قتل عمدا، عمدا أو خطأ، فإنه لا يرث. طب عمدا، عمدا وعلمنا لما لا يرث، لأنه استعجل الخيانة قبل أواني. طب لو قتل خطأ، ما له، ما هذه القاعدة؟ ده نقاش بقى الدكاترة تفضلوا، يعني اجعلوها تكون مشاركة، الله يرضى عنكم. ممتاز يا محمود، ممتاز. المسألة هنا في سد الذريعة، لأنه يمكن أن يتخذها ذريعة على قتل خطأ ويشتبه على الناس ويبدأ يعجل بقتل المورث من أجل أن يأخذ الإرث. هذا وقع عمليا، أنا يعني عرضت عليه مشاكل من أيام، ولد قتل أمه من أجل يعني أنه هي طبعا يجلس هو وهي في شقة وهو يريد يتزوج، وكأن أمه عقب له في ذلك فقتلها من أجل شقة، هو الذي قتلها في هذا الباب. طبعا لا، وقتلها حقا. انا لا، انا اتكلمش، ما اتكلمش هكذا، انا اتي هنا قتلها حقا ورب العزة، الامر عظيم. وهذه يعني قريب جدا عرضت علي في هذا الباب. ولد ايضا خالته كانت متزوجة رجل، الرجل هذا ما ينجب، وخالته جرت معه تخدمه يعني كبير عنها، حفظ لها البر، حفظ لها البر الرجل، يعني حفظ لها البر، فكتب لها الشقة. الولد عرف بذلك فصعد فقتله، وقتل الرجل، وقتل الخالة، قتل خالته، وقتل يعني زوجها، من أجل أنه علم أنهم أن الشقة مكتوبة باسم خالته ولا وارث له، هو على ظنه أنه الذي يرث، أو هي لما كتب الرجل لها الشقة كتبتها باسمه فتعجلها فقتلها وقتل الرجل. فشوف هنا كأنها فيها حياة، يعني هذه القاعدة فيها حياة، وهي قاعدة من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. على غرارها إذا قتل الموصي الموصى له الموصي فهو يحرم من الوصية بالإجماع، إذا قتل الموصى له الموصي فهو يحرم من الوصية بالإجماع. يعني هو الآن كتب زيد وصية لعمر، وعلم أن عمر لا يرث، هو قريب له لكنه لا يرث، الورثة يحجبونه فهو لا يرث، فكتب له وصية، كتب له وصية، والوصية طبعا إلى الثلث، فتعجلها بقتله، فهو الشرع يحاكمه بنقيض قصده. والتطبيق هنا في هذا الباب: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وقد حكم عمر بهذه القاعدة أيضا إن لم أكن واهما برجل تعجل امرأة على عدتها فتزوجها قبل العدة، ففرق بينهما عمر بن الخطاب وجعل لها
وجعل لها مهر المثل بما استحل من فرجها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان نكاح الابوي وشهاده، قال من ايما امراه نكحت غير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فان اشتجر فالسلطان ولي من لا ولي له، ولها المهر بما استحل من فرجها. فجعل عمر بن الخطاب مهر المثل لها بما استحل من فرجها، لا لعدم حليه الاوان لانها لم تنتهي العده، ثم فرق بينهما ولم يجمع بينهما بعد ذلك، وطبق فيه من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد. أكرمكم الله دكتور، لو كان القتل يعني لا يوجد فيه شبهة العمد بتاتا، كأن يكون قائد لحافلة وسيارة، فحدث حادث ومن ضمن الـ يعني الموتى، الموتى وهو ما كان يعلم، وحتى ممكن نعمل الكلام اكثر فيما تقول انت وتفترض الافتراض القوي جدا هذا، وما كان يعلم ان عمه موجود ومات عمه. نعم. فهنا تأكدنا بانه ما اراد قط الوصول الى موت عمه. هذه دقة نظر من حضرتك واحييك عليها، هذه معناها ان نقول الذريعة غير موجودة، لاننا لما قلنا بأن قط الخطأ يمنع من الإرث سدا للذريعة، الذريعة غير موجودة الآن، غير موجودة على الوصف اللي حضرتك وصفته بالضبط، غير موجودة الحق أنه لا يمنع من الإرث، لأنه أنت تكلمت في بداية الأمر أنه على إطلاقه القتل، يعني قتل المورث على إطلاقه. آه قلت عند الحنابلة والمالكية، صح ولا لا؟ نعم. فهنا عندما نقول حتى عند الحنابلة نقول لهم تعالوا الآن الذريعة انسد بابها، فلما لمنع حقا قد فرضه الله في كتابه، فليس لنا أن نمنع. نعم، بقول الشافعية، ونقول نقول أنه هنا يرث ولا شيء في ذلك. ممتاز ممتاز يا محمد، رضي الله عنك. ممتاز ممتاز ممتاز. ومن أيضا لو طلق امرأته ثلاثا بغير رضاها في مرض موته قاصدا بذلك حرمانها من الإرث، ومات وهي في العدة، ما زالت يعني من قاضت العدة. وفي قول آخر قال إنها ترث ولو مات بعد انقضاء العدة، يعني لما نتكلم في إن هو لو منعها الإرث أراد طلقها ليمنعها من الإرث، في القرائن المحتفة أثبتت أن رجل هناك بينه وبين أهله إحن، وهو ما يريدها تشارك في الإرث، فقال لها أنت طالق. تعلمون ولا يخفى على أمثالكم، لو قال لها أنت طالق وكانت هي الطلقة الأولى كانت إيش؟ كانت رجعية. لو كانت هي الطلقة الأولى كانت رجعية. رجعية. فإن كانت رجعية فهي ترث، لو مات ترث، يعني حتى لو فعل ذلك نقول له غفلت ولم تفهم أنها إيه ترث، لأن الطلقة طلقة رجعية. لا، أنا هو يقول هو عارف، كان فقيها ويريد يمنعها، فيطلقها طلاقا بينا، البينونة الكبرى يعني، والطلاق البين البينونة الكبرى إيش يفعل؟ يطلقها ثلاثا، يطلقها ثلاثا، فهو طلقها ثلاثا. فالعلماء يقولون إن جاءت القرائن تثبت أنه لما طلق ثلاثا أراد أن يحرمها من الميراث، والقرائن احتفت على ذلك، وهي في العدة ترث، مع أنها في العدة ليست زوجة. كيف ليست زوجة؟ الدكاترة كيف ليست زوجة؟ لأنها طلقة بائنة، لأنها بينونة كبرى، لأنها بينونة كبرى، فهي ليست زوجة. فقالوا هنا المنافق يؤتى بنقيض قصده، المنافق يؤتى بنقيض قصده. وهناك قول وهو الأرقى من ذلك، قال سواء انقضت العدة أو لم تنقض العدة نحن نعامله بنقيض قصده، نحن نعامله بنقيض قصده، فتارث المرء على كل حال، لأنه ما طلقها للطلاق أو مثلا لإعضال، هو طلقها هو ليعضلها ولا تأخذ حقه، والله جل في علاه لها جعل لها حقا في ماله، فالله جعل لها حقا في ماله، فلذلك لما تحايل على إسقاط الحق
قلنا له أنت الآن أخذت بالوسائل لإسقاط حق تؤتى بنقيض قصدك، إما أن يسقط حقا أو يستعجل حقا وأخذ وسيلة يتحايل فيها بذلك، قلنا تعامل بنقيض قصدك، تعامل بنقيض قصدك، ولأن الشرع جعل لك طريقا لتصل إلى ما أردت سواء إسقاط أو تحصيل، فأنت خالفت الشرع وأتيت بحيلة حتى تجاوز أو تتجاوز حد الشرع فتصل إلى مأربك، سد الشرع عنك الباب ولم تأخذ المأرب الذي أردت فيه. وشوف هذا اسمه علاج، باب علاج شرعي للحيلة وللتعامل مع الله تعالى بالمخادعة. فإن من أسوأ الأمور أن يتعامل المرء بالمخادعة مع ربه جل وعلا، هذا من أسوأ التعاملات، أن يتعامل المرء مع ربه بالمخادعة. والله تعالى قال يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله وهو خادعهم، والله تعالى إذا أراد خذلان عبد خدعه، إنما إذا خدع الله العبد خذله، ولا حيلة له بعد ذلك مع ربه جل في علاه. ومن ذلك أيضا الذي يتهرب من الزكاة، تعرفون أن مذهب الحنفية وأيضا وجه عند الشافعية مكروه هو جواز الحيلة لإسقاط الزكاة، وهذا كلام باطل، كلام ليس بالهين، وهو جواز الحيلة، استخدام الحيلة لإسقاط الزكاة يحتال على ربي جل في علاه، وهذا الأخذ به مخادعة، الأخذ به مخادعة لله جل في علاه، ومن خدع الله خدعه الله جل في علاه. فالفار من الزكاة قبل تمام الحول وتنقيص النصاب أو بإخراج عن ملكه يتاجر فيه الزكاة يؤتى بنقيض قصده. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، قال إيش؟ إن آخذوها وشطر ماله عزمة، عزمة من عزمات ربنا، إن آخذوها، إنا آخذوها وشطر ماله عزما من عزمات ربنا. ومن الأمثلة أيضا على هذه القاعدة المهمة، قاعدة من تعجل شيئا قبل أوانه يعوقب بحرمانه، سواء من اتخذ وسيلة لإسقاط حق أو وسيلة محرمة، أقول من اتخذ وسيلة محرمة لإسقاط حق أو لاستجلاب حق فإنه يعامل بنقيض قصده. هذه القاعدة، وإن تعامل معها الشافعية أيضا لابد لها من ضوابط لتعلموا، لأن الشافعية أيضا يأخذون بظواهر الأمور بالذات في العقود، الأخذ عندهم بالظاهر. قال علماءنا أيضا من ذلك لو صرف أكثر أمواله في ملك لا زكاة فيه، لو صرف أكثر أمواله في ملك لا زكاة فيه كالعقار والحلي، عندما يقول بعدم الزكاة فيه، فلندم زيت الفار من الزكاة وجل عند الحنابلة والمالكية، بمعنى أنه اشترى ذهبا كثيرا وأعطاه لابنته وأخته وزوجته، وهو ذهب كثير، أموال طائلة، فهذا يعني هل يعامل بنقيض قصده بأنه أراد أن يفر من الزكاة ففعل ذلك فيعامل بهذا فتؤخذ منه الزكاة، لا سيما إذا كان هو ينتوي أنه يعني ممن يخرج زكاة، ما أراد التحايل حتى لا يخرج زكاة، فيقول الحلي لا زكاة فيه، فهل يعامل بنقيض قصده أم لا يعامل بنقيض قصده؟ هذه مسألة أيضا فيها شيء من النظر المهم. الشافعية والمالكية يقولون ليس ثمة شيء عليه ولا زكاة، لما لأنه لا يملك المادة التي فيها الزكاة، لأن الذهب الحلي عند الأئمة الثلاثة الحنفية يقولون بأنه لا زكاة في الحلي، والصحيح الراجح أنه هناك زكاة، يعني هو يعامل بنقيض قصدي بالنظر إلى أن عليه الزكاة. وتعلمون أنه يمكن يقول أنا شافع المذهب، أنا مالك المذهب، الحلي المستعمل لا زكاة فيه، فيبدأ ينفق كل ملايينه وأمواله التي لها الفقراء لهم حق، لأنه لا حق واجب أصلا،
للفقراء حق فيه، يأتي به بالذهب وبالفضة، بالذهب التي ليس فيها زكاة والفضة المستعملة، فليفر من الزكاة. طبعا هنا عند الأئمة الثلاثة يقولون لا زكاة فيه، لكن المالكية لأنهم يعملون سد الذرائع يقفون مع مثل ذلك ويقولون عليه الزكاة. ومنها الغلول إذا غل من الغنيمة. ما شاء الله. فضيلة الشيخ خالد كيف أنت؟ حفظك ربي، كم نستبشر بك خيرا ونسعد بك ونأنس. فشوف هنا الآن يعني الذي غل من الغنيمة تعجل شيئا قبل أوانه. تعلمون أن الغنائم لا يصح لأحد أن يأخذ منها شيء حتى تقسم بالأسهم. فمعنى أنه تعجل شيئا، فبعض العلماء يقولون تطبيق القاعدة، طبعا هذا ليس على قول الجمهور أنه يأخذ سهمه. ليه؟ لأنه عندهم قاعدة أخرى مهمة جدا، وهي أن الحلال يحرم لا يحرم، أن الحرام لا يحرم الحلال. هذا معناته مسألة مهمة الدكاترة أريد أعرفها منهم. معناته هنا مسألة مهمة، أننا في كل قاعدة نتكلم فيها لابد أن ننظر إلى مسألة مهمة، وش هي؟ يعني عند تطبيق القواعد لابد لنا من ضوابط، وش هي الضوابط التي تجعلنا نقول بأنها إذا انضبطت طبقت القاعدة. ومعي لحظة، يعني احنا قلنا هنا الآن يعني من تعالى شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، أو من اتخذ وسيلة يعني محرمة ليصل إلى حق أو إسقاط حق، في تطبيقها قلنا بأنه يؤتى بنقيض قصده. هل هذا على العموم ولا لنا ضوابط فيها في هذا الباب؟ نعم ممتاز، هو لابد أصلا من النظر إلى القواعد الأخرى التي مطبقة في هذا الباب، لأنه لابد أن نجمع بين الأدلة. الحكم لا يكون إلا بعد جمع جميع الأدلة في هذا الباب. تعال لو قلنا أيضا من الأمثلة في ذلك، من تزوج منها من تزوج امرأة في عدتها من غيره حرمت عليها التأبيد على رواية. دي الرواية دي هذه عن عمر كما قلنا في هذا الباب، أعطاه مهر المثل ثم بعد ذلك حرمها عليه على التأبيد، لأنه يعني تعجل شيئا قبل أوانه فعوقب بحرمانه، تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. ومع ذلك الجمهور يقولون هو يأتي خاطب مع الخطاب ويتزوجها، لأننا لا نحرم عليه نصا جاء بإحلاله في هذا الباب. والتحريم غايته المعاملة بإيش دكاترة؟ يعني لو أنا عندي نص أنه قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وغاية المنع هنا منع على أساس النظر إلى إيش النص. خلاص وجد بالحل، هو بيقول لا، لو تزوجها ودخل عليها قبل انقضاء العدة يفرق ولها مهر المثل بما استحل من فرجها وتحرم عليه أبديا. لأننا نقول عندنا نص وغاية المنع. ها إيه بقى غاية المنع؟ النظر إلى. يا شيخ صافي أنت معك الموبايل، ما اتصلت فيها؟ تفكرون بعمق الآن أم ماذا؟ غايته التحريم بالنوايا. رضا معك يا صافي، أحبك الله تحتنا فيه. غايته التحريم بالنوايا، وفي نهاية الأمر التحريم بالنوايا على الاجتهاد حسب مادة سد الذريعة، لكن النص يقدم. فكان الأصل حقيقة أنه يفرق ولها مهر المثل، ما ولا مثل، وبعد ذلك نقول في شيء خلاص ولها مهر المثل، وغايتها أن التحريم يكون بالاجتهاد، وإذا جاء أمر الله بطل مهر معقل. من ثبت عليه الرشوة لغرض ما فهو يحرم منه عقوبة له، يعني يحرم من الغرض. بمعنى أنه لو أراد شيئا في شركة معينة عملا، أو أراد عندنا شركات كثيرة في الساحة لها مناقصات، مع دكتور محمود أكيد عارف ما سنتكلم فيه، نخليها على طريقتي ولا نجيبها على طريقتك أفضل؟ عشان يعني مثلا المواد الطبية، صح، المواد الطبية والأدوات الطبية، طبعا المواد الطبية والأدوات الطبية شركة معينة تنزلها، فهو يريد ان هذه المواد الطبيه هي التي تستعمل، فيذهب للطبيب يقول له احنا عندنا مؤتمر في لندن وسنذهب الى 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 الى
لقاء شهري في ألمانيا، وأنت رجل كفاءة، الدكتور طبعا ولا كفاءة ولا بيعرف أي شيء، لكن هي المسألة كلها تسيير. صحيح. المسألة كلها تسيير للبضاعة التي موجودة. فيقول له تذاكر السفر معنا وهذا الأمر لك، فافعل إيش يعني. فالراجل ما هو إلا أنه عندما يكتب تحليل يكتب عامل تحليل فلان، وهو مرابط معاه في مسألة أمر معين، والثاني أعطاه له هذا الباب من أجل انتشار هذه الأدوية. فهنا القاضي لو رأى ذلك يمنع الأدوية من الانتشار، لأنه الثاني ما أعطى الرشوة إلا لذلك، والطبيب يمنع من أن يذهب إلى ألمانيا وقاعة المؤتمرات ويؤتى بنقيض قصدي، لأنه ما قبل الرشوة إلا لأمر يريده في هذا الباب. أنا سأتصل بك، أعطيني الرقم بس. فيكون هنا من ثبت عليه الرشوة من أجل هدف أو غرض يذهب إليه لا بد أن يمنع منه، لا بد أن يمنع منه بعد ما علم بالرشوة يمنع منه ولا يسير. الإشكال عاصرته في القانون المدني أنهم يعني بعيد جدا يتاخد صاحب الرشوة، لكن لو اتاخد وثبت عليه أنه أخذ الرشوة فبياخذ المال، مال الرشوة اللي دفع، ويمرر المعاملة، وممكن يحبس المرتشي أو الراشي، يحبسه تعزيرا بتوقيت معين ويمرر المعاملة. ما عملناش شيء بهذه الطريقة، لم نعمل شيئا، بلغ هدفه، بلغ هدفه، وكل راشي يرى ذلك سيفعل هذا الباب، يقول ديتها ايه هذا الباب خلاص، بس المهم هو يصل إلى ما يريد. لذلك والرشوة أمر عظيم، تخريب لكل الذمم. الرشوة أمر عظيم جدا، لعن الراشي، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، الرائش اللي هو بينهما. فهذا يؤتى بنقيض قصده، وده موجود جدا عندنا في هذا الباب. تراه يدخل يريد معاملة تنتهي، ف يعني الناس يقفون من الصباح، أنا أذهب إلى القوى العمالية أجد كثير من هذا الباب، كثير من الفجر إلى الساعة 9 عشان يفتح المكتب فقط، أمم إلى البحر. وهذا رجل يأتي فقط، يأخذ رجل معروف من الداخل بيعطيه الورقة بيلف من وراء الناس ويدفعها له، ويكون أول أو أول المنتهين في الورق الذي يريده. هذا يؤخذ ماله ولا تقضى معاملته، هذا يؤخذ ماله ولا تقضى معاملته. ويقال له بالتقعيد الأصيل: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وهذا أيضا في الجوانب الحياتية للناس كثير، يعني رجل يريد أن يشتغل في سلك الجامعة، سلك التدريس، فالإداري الذي يصل إلى كبير الإداريين، الذي يصل إلى من هو مخول بالتعيين، ها كل واحد وصل بيد الآخر، فيبدأ يعطي الرشوة الشديدة في هذا الباب. فنقول هنا تؤخذ الرشوة وتنفق في مصالح المسلمين ويؤتى بنقيض قصده، وزيادة على ذلك لا تمرر معاملته، ويعذر من قبل ولي الأمر، ويعذر من قبل ولي الأمر. الأئمة الثلاثة طبقوا هذه القاعدة، وطبعا كما قلت سواء تقبلنا هذا التطبيق من الأئمة أو ما تقبلناه، لكن هذا فعل لكثير من الأئمة. إذا كان السكران لا يؤاخذ على التأصيل العام، لا يؤاخذ بفعله لأنه لا إرادة له، وإنما الأعمال بالنيات والعقل مناط التكليف. فإن كان هذا هو السكران لا يؤاخذ، فهنا العلماء يقولون إذا شرب الخمر من أجل أن يتعدى للزنا أو للسرقة فإنه يعامل بنقيض قصده، يكون زانيا ويكون سارقا ويقام عليه الحدود. وهذا طبعا قاله كثير من الأئمة الثلاثة، وكان الحنفية
يرون انه ليس بمكلف، وانا دين الله بذلك، لكن ان علم انه تقصد ذلك، ماشي حاضر، ان علم انه تقصد ذلك فيعامل بنقيض قصده فيطبق عليه الاحكام. استغفر الله استغفر الله. سيدي يا صافي ادريس، لو تتصل انا اتصل فيك، بس اخذ رقمك ان شاء الله، خذ رقمك. ماشي، هذه القاعده مع انها قاعده مستثناه لها استثناءات، هذه القاعده مع انها مستثناه لها استثناءات، فاستثناء هذه القاعده التي هي مستثناه، شوف انظر، فالقاعده لا يمكن ان تكون كليه. القاعده المستثناه من القاعده، لو قتل ام الولد، قتل ام الولد سيدها، قتلت ام الولد سيدها، عتقت، لانها اصلا ام الولد بتعتق بعد موت السيد، ولا تحرم العتق للقتل، لكنها بعدما تعتق يقتص منها، بعدما تعتق يقتص منها. ولو قتل المدبر سيده عتق على قول واسع في طبعا المدبر، اسف، المدبر، تعلمون المدبر هو الذي، نعم، الذي يعتق بعد موت سيدي، المدبر هو الذي يعتق بعد موت سيدي. قال العلماء يعتق، ولو قتل سيده عتق، ويسعى في جميع قيمته، لأنه لا وصية للقاتل، وعلى قول آخر بطل تدبيره عقوبة له. من باب من تعجل شيئا قبل أوانه، لكن العلماء قالوا بذلك، أنه يعتق الجمهور على عتقه، وهذا يكون مستثنى من القاعدة. لابد أن تفهم أن القاعدة إذا استثنى منها شيء يبقى إذن أنها في بعض أحيانها عند التطبيق تخالف التأصيل العام على القاعدة، ولها قاعدة أخرى في هذا الباب، يعني تضاد هذه القاعدة تخالفها. ومنها لو قتل الدائن صاحب الدين المدين حل دينه على قول راجح وطالب به الورث. من أمسك زوجته مسيئا لعشرتها لأجل الإرث ورثها ولو ماتت، والحالة هذه ولو أمسكها لأجل الخلع نفذ وجاز. متصورين هذه القاعدة؟ مش متصورين هذا المثل؟ نعم سيد. طب أريد أحد يمثل لي إياه. الصوت موجود؟ الصوت، السلام عليكم، تسمعونني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، صورة المسألة: زيد تزوج هندا يكرهها، ما يحبها، لها أخلاقيات لا تعجبه، لكنها غنية ثرية، فأمسكها ولبغضه منها يسيء العشرة، لكنه ما يريد أن يطلقها من أجل ما يأتي من ورائها، من أجل أموالها، فماتت، فهل يؤتى بنقيض قصده؟ باتفاق لا يؤتى بنقيض قصده، بل يرثها، لأن الشرع جعله الإرث هنا، وسوء العشرة وارد، والاحتمال من أجل شيء آخر ليس فيه حيلة، لأنها امرأته وله فيها حق، حتى هنا، وهذا مشروع يعني، حتى ولو كان الرجل قد أنفق في مع يعني أنفق للزواج مالا، والمرأة صارت بذيئة، أو المرأة صارت لا تصلح له، فإنه يهيج ما فيها حتى تبرئه من الحقوق فلا يخسر شيئا، فهو يجرها جرا إلى الخلع. وتعلمون في الخلع أنها ترد عليه ما أعطى. قالت يا رسول الله إني أكره الكفر في الإيمان، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تردين عليه الحديقة في رواية الصحيح؟ قالت نعم. وفي رواية السنن قالت: أرد عليه الحديقة وأزيد، خلاص ما مش لا أطيق وأزيد. فقالت: طلقها تطليق. فللزوج ممكن إذا تكلف في الزواج ووجد أنها لا تصلح، فإنه
يجرها جرا الى عدم التكلفه، فانه يجرها جرا الى ذلك انها تبرئه ولا يتكلف، فيجرها الى الخلع، وهذا قصده. وهنا لا نطبق عليه قاعده من تعجل شيئا قبل ان يعوقب بحرمانه، او من توسل بوسيله غير مشروعه لاسقاط حق يؤتى بنقيض قصده، لان هنا له حق في هذا الباب، وهو انه طلب النفقات التي يعني انفقها عليها ويريدها زوجه فكانت لا تصلح. طبعا هو الخطا منه اولا حقيقه، نقول انت اسات الاختيار، لما ابقيتها عليك لو كنت تعلم ذلك؟ فالصحيح في هذا الباب هو اصلا لو جرها الى الخلع حتى لا يتكلف لا يؤتى بنقيض قصده. نعم يا باشمهندسة دينا، نعم، هو لم يجبرها على الخطبة، لم يجبرها على الزواج في هذا الباب، يعني هو قلنا أنه هو حقا يلام، يقال له أنت الذي اخترت فتحمل، ولا تسقط الحقوق، وليس من المروءة أن تسقط حقها وتقول لا أتكلف لمثلها. لما يعني سرت معها سيرا؟ لما أطلت معها؟ لذلك قلت كل قاعدة نريد أن نطبقها لابد أن ننظر نظرا دقيقا في تطبيقها. وهنا أنت يمكن أن نقول أمر آخر، يعني هذا الباب نصل إليه، لأنه ممكن أن من المستثنيات تكون أيضا صورة أخرى في صورة الزواج أيضا. كيف هي صورة؟ ممكن نضع صورة لمثل ذلك ونقول يطبق عليها يعني من تعجل شيئا قبل أوان ويستثنى منها. تستطيعون؟ نقول والله والله نظر جيد. نعم، نقول سيدنا من تعجل شيئا قبل أوان وعوقب بحرمانه، يعني المفروض ان هو على القاعده يحرم منها، لكن نقول قد يصحح العقد ويتزوجها. ده عند بعض، يعني مش عند الجمهور. يعني ماشي جيد في هذا الباب. ويمكن ان يقال امر اخر، امرأة طلقت ثلاثة، وهذا جاءتني، انا بتكلم على الواقع، امرأة جاءتني قالت لي ان زوجها يعني لا يستطيع البعد عنها، وحصل بينهما مشدة فطلقها ثلاثا ويريدها. قلت هذا حرام. قالت انا قلت له انا ما اريد الا الحلال. فقلت الان انت بينونة كبرى. قالت يمكن لي ان استاجر رجلا يتزوجني ويطلقني فارجع له دون ان يعلم هو يحل له كيف، وان المرأة هي قد تأثم. لكن قد يقال في هذا الباب ان المرأة ممكن تتزوج الرجل وتضمر في نفسها انها تجبره وتجره جرا على الطلاق لترجع لذلك. ممتاز. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم وش قال لها؟ قال لها انت تريدين الرجوع الى رفاعه، لا حتى تذوق عسلاتي وتذوق عسلاتك. فهنا كان 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 الحديث يبين ان النبي قال لو كانت ذاقت العسيل او ذاق العسيل يعني بالدخول كان ممكن تطلق وترجع للثاني، كان ممكن. ففيها هنا المرأة لها أن تفعل ذلك، اتخذت وسيلة لتسقط حقا أو لمقرب تصل إليه، ولم تعامل بقاعدة من تعجل شيئا قبل أوان يعوقب بحرمانه، يعني لها أن ترجع إلى زوجها، لها أن ترجع. وحديث ذكرت العسيل كان يمكن أن تطلق، كان يمكن بذلك أن تطلق. لو ذاقت العسيل كان ممكن أن تطلق وممكن أن ترجع له، لأن النبي لم يعترض. النبي اعتراضه كان في شيء واحد، قال تريدين الرجوع إلى رفاعة؟ لا حتى تذوق عسيلته وأذوق عسيلتك. وقد يقال هذا مسكوت عنه، فلا تستنبطن حكما مسكوت عنه. كل ما فيه أنه نهاها أن ترجع إلا أن يكون هناك دخول، لأن الزواج المعتد والمعتبر به في إسقاط الطلاق ثلاثا هو، أو الرجوع إلى الزوج المحرم، هو أن يكون هناك دخول.
تبقى القاعدة الثانية وهي قاعدة الإيثار في وهي سيدنا، نعم هي سيدنا في الحديث ماذا تقول يا محمود؟ النت عند ما أدري عند من. طيب في أيضا فرع من الفروع في هذا الباب وهي ما لو شربت دواء فحاضت لا تقضي الصلوات، وكذلك من شرب شيئا قبل الفجر ليمرض فأصبح مريضا جاز له الفطر، هذا أيضا لا يؤخذ بذلك، يعني لا يعمل بنقيض قصدي، شربت دواء هذا الدواء يعجل بنزول الدم فنزل الدم، هل يقال لها من تعجل شيئا قبل أوانه أنت تعجلت نزول الحيض عندك؟ قد يقال تعجلت ذلك ليش؟ تعجلت ذلك لتنقضي العدة مثلا، فهل إذا قلنا تعجلت نزول الدم لعلة معينة يعني تعجلت ذلك لتنتهي العدة لكنها مع عجلتها لانقضاء العدة جاء طرف آخر وهو عدم الصلاة، لأنها الحائض لا تصلي لا تطوف لا تقرأ القرآن لا تمس المصحف لا يأتيها زوجها، كل هذه محاذير عليها إذا 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 حاضت، فهي عندما تعجلت نزول الدم يعني حدث ذلك، هل نقول لها وبنقيض قصدك أنت التي تعجلت ذلك فتعاقبين بحرمان ما أردت أو بعدم الوصول للغرض الذي أردتيه فيأتيك زوجك وتطوف البيت وتمس المصحف وتقرأ القرآن وتصلي الصلوات، هل يقال لها ذلك؟ لا يمكن أن يقال لها ذلك، فهذا مستثنى من المستثنى، مستثنى من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، فإنها لو شربت دواء فأنزل دما عليها فهذا الدم الذي نزل مانع لها من الصلاة، مانع لها من الطواف، مانع لها من مس المصحف، مانع لها من قراءة القرآن، مانع لها من الجماع، ولا يقال هنا تعجلت شيئا قبل أوانه تعاقب بحرماني بأنها تؤخذ بنقيض قصدها أو المتسلق يؤخذ بنقيض قصده، لا هذا بالله لا، ومن شرب شيئا قبل الفجر ليمرض ومرضه لأمر معين فإنه أيضا كما قال العلماء في هذا الباب حالته الظاهرة هو أنه مريض، والله جل في علاه قد رتب على المرض أحكاما، فلا نقول تعجل شيئا قبل أن يعوق بحرمانه، لأن الله قال من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، التقدير هنا المقتضي حتى نفهم الآية على وجهها الصحيح، ها من كان منكم مريضا أو على مرض أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى، فأفطر فعدة من أيام أخرى، هو مريض، الوصف منطبق، إذن الحكم يترتب على الوصف المنطبق، هو مريض فالحكم يترتب على الوصف المنطبق، فلا يقال له شهدت لتمرض فمرضت فلابد أن تصوم وجوبا نهلكه تكون مفسدة أعظم، لذلك قلنا لا تطبق القاعدة إلا بالنظر إلى القاعدة الأخرى، لكن هنا الباشمهندسة طالبة العلم يعني قالت كلاما عجيبا يعني جيد، قالت هل يمكن يقال طب عليها القضاء لأنها تعجلت؟ لو قلنا الحيض مانع من الصلاة هل عند تعجلها شيئا قبل أوانه هل تعاقب بأن نقول عليك القضاء؟ هذا أيضا لا يصح أن يقال، لما؟ لأنه مصادم للتصريح، قالت العلامة قضاء الصوم الصلاة دون الصوم الصوم دون الصلاة، قالت أحرورية أنت من الخوارج، أحرورية أنت، فقالت لا، جاهلة تتعلم أو عالمة تتثبت، جاهلة تتعلم أو جاهلة أو عالمة تتثبت، فأحسنت الجواب فقالت لها عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم دون قضاء الصلاة، طبعا لأن قضاء الصلاة فيها ما فيها من المشقة، يبقى لنا قاعدة أخرى مستثناة من هذه القواعد، قاعدة الإيثار في القرب مكروه، وهي قاعدة مهمة إن شاء الله نأخذها مع القاعدة التي تليها بإذن الله في المحاضرة القادمة، لكن يبقى لنا أن نقول أن هذه من القواعد المهمة جدا في كما قلت جوانب التعبد العبادات أكثر منها من جوانب المعاملات.
وأما الإيثار في القرب فهذه مسألة في زيادة الإيمان في هذا الباب، وأيضا التنافس في الخيرات، همم الأماجد. نسأل الله أن نكون كذلك من يتنافس على الخيرات. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.